الحديث 27 عن أنس رضي الله عنه قال: كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. رواه البخاري. تقدمت هذه الاستعاذات، ما عدا إيش؟ لا، ضلع الدين شرحناه، وغلبة الرجال شرحناها، الهم والحزن معنى كنت ما جيت، إيه بس توقع يعني، أو إن نقل بلغ عن الإمام. طيب، تقدمت هذه الاستعاذات، ولكن فيها هنا أعوذ بك من الهم والحزن، فما هو الفرق بينهما؟ أن الحزن يكون على أمر قد وقع، والهم لأمر يتوقع حصوله، ما بعد حصل لكن في قلق من حصوله ولم يحصل بعد، كما في فتح الباري وأعلام الحديث. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منهما، يعني من الحزن والهم، لأنها تشغل البال و تجعل الإنسان غير متفرغ. يعني لو واحد مثلا فيها عنده هذه هم، يعيش في هم وحزن، هل يكون طلبه للعلم طلبا يعني مجديا قويا، في إقبال نفس واستعداد للحفظ واستعداد للفهم، وهو أصلا مشوش الذهن بالهم والحزن، فكيف يفهم؟ كيف يعقل؟ كيف يحفظ؟ يعني إذا واحد عايش في الهموم والأحزان خلاص مكدر مكتئب، يعني ما هو حول الآن علم ولا فهم ولا حفظ ولا. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ منهما. طبعا هو صارت له مصائب عليه الصلاة والسلام، طبعا يعني بين أحد وبئر معونة 6 أشهر، كل واحدة فيها مقتل 70 من أصحابه، كل واحدة يعني مصيبتان عظيمتان، يعني ومو أي ناس، يعني حمزة ومصعب يعني وحفاظ القرآن، وأصابوا هم وأصابوا حزن، لكن مع الإيمان يزول، يعني ما يطول ويرزح على ولا يقلع عنه ولا لا. فأسبابهما تقع بالعبد، لكن في ناس يستسلم وفي ناس يقاوم يستعين بالله، فما تطول عليه، ما يطول به الأمر. ولا ينبغي للمؤمن أن يكون مهموما بشيء من أمور الدنيا، فإن الله تعالى قد قدر الأمور فأحكمها وقدر الأرزاق، فلا يجلب العبد الهم لنفسه، ولن يأتيه لما قد قدر له، وفي طول الهم قلة رضا بقدر الله وتسخط على قضاء الرب عز وجل. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: اللهم رضني بالقضاء وحبب إلي القدر، اللهم رضني بالقضاء وحبب إلي القدر، حتى لا أحب تقديم ما أخرت ولا تأخير ما قدمت، أكون مستسلما لأمرك الذي أوقعته ولا أحب له تغييرا. يعني إنه ما يكون حصل كذا، ما يكون حصل، خلاص حصل انتهى. ومن آمن بالقدر فلا ينبغي له أن يهتم على شيء فاته، يعني يصاب بالهم على شيء فاته من إيش؟ من الدنيا، ولا يتهم ربه، ففيما قضى له الخيرة. يا أخي، الخسارة المال اللي جاءتك قد يكون لك فيها خير عظيم، يمكن لو جاك لبطرت أن رآه استغنى، قال إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وإنما ينبغي للعبد الاهتمام بأمور الآخرة، ويفكر في معاده وعرضه على ربه، وكيف ينجو من سؤاله في الفتيل والقطمير، لأن العبد إذا نوقش الحساب هلك. شرح ابن بطال على البخاري: وقد قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر،
ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يهدي ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته قال ضراء صبر فكان خيرا له. وجاء في وصية النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت قال بعد ذلك على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فخرص هذا علاج الهم والغم والحزن، الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان فلا تقلقه المصيبة وتنقص حياته ومعيشته. وبعض الناس يبقى قلقا واجبا حزينا مهموما مغموما، ما عنده إلا استهلاك، بس عقله رأى ماذا سيحدث، ماذا سيقع، ماذا سيقع. يا أخي سهرت أعين ونامت عيون في أمور تكون أو لا تكون، إن ربا كفاك بالأمس ما كان سيكفيك في غد ما يكون. خلاص ثق بربك واطمئن وارضى بقضائه واعمل الأسباب الشرعية المباحة وامشوا في مناكبها وابتغوا في الأرض، أو آخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، اعمل. والهم والحزن قرينان. قال ابن القيم رحمه الله: جمع في هذا الحديث الشريف في استعاذته عليه الصلاة والسلام أصول الشر وفروعه ومباديه وغاياته وموارده ومصادره. زاد المعاد: فاستعاذ عليه الصلاة والسلام من ثمانية أشياء كل شيئين منهما قرينين، يعني متقابلان. فالهم والحزن قرينان، فإن ورود المكروه على القلب إن كان لما مضى فهو الحزن، وإن كان لما يستقبل فهو الهم. والعجز والكسل قرينان، فإن تخلف العبد عن كماله إن كان من عدم القدرة فهو إيش؟ العجز، وإن كان من عدم الإرادة فهو إيش؟ الكسل. والجبن والبخل قرينان، فإن الرجل يراد منه النفع بماله أو ببدنه، فالجبان لا ينفع بإيش؟ ببدنه. والبخيل لا ينفع بإيش؟ بماله. جيد. وضلع الدين وغلبة الرجال قرينان، فإن قهر الناس نوعان، نوع بحق فهو إيش؟ ضلع الدين، ونوع بباطل فهو غلبة الرجال. وقد نفى الله سبحانه وتعالى عن أهل الجنة الخوف والحزن، فلا يحزنون على ما مضى ولا يخافون مما يأتي ولا